بسم الله. احنا جريد 8 ماث فيرست تيرم يونت 4 ليسون 1 ميديان اوف ترينجل. ميديان اوف ترينجل بيقول لي اي ترينجل ليه حاجه اسمها ميديان. لو انت بتحسب ترينجل كده، ده ترينجل اهو اسمه مثلا اي بي سي، اي بي سي، قال لي كل سايد بيبقى ليه ميد بوينت. اقف في نص السايد ده واخد ايه بوينت كده. لو رسمت من الفيرتكس اللي قصاده لاين سيجمنت نازله على الميد بوينت بتاع الاوبزيت سايد ليها، ده اسمه ميديان. يبقى هو الميديان ده لاين سيجمنت ده دروين فروم ذا فيرتكس to the opposite to the midpoint of the opposite side. ماشي، line segment drawing from the vertex to the midpoint of the opposite side. طيب برضه دوت ليه ميديان، اديله الميد بوينت بتاعته ووصل من الفيرتكس line segment drawing from the vertex to the midpoint of the opposite side. تالت حاجة برضو السايد التالت، وراح اعمل له الميد بوينت بتاعته هنا بس، ووصل من الفيرتكس للميد بوينت اوف ذا اوبزيت سايد لاين سيجمنت ذا دروين فروم ذا فيرتكس تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبزيت سايد للسايد اللي قصاده. طبعا انجل بي السايد اللي قصاده اللي هو ملوش علاقه ببي اللي هو اسمه اي سي. طب انجل سي السايد اللي قصاده اللي ملوش علاقه بسي اسمه اي بي. انجل اي السايد اللي قصاده اللي ملوش علاقه بايه بي سي. خلاص، قال لي بقى معلومه مهمه ودي اول ثيرم. ايه الثيرم نمبر 1؟ قال لي the median of triangles are concurrent. The median of triangle are concurrent. ده الأول الديفينيشن بتاع الميديان. The median of the triangle is the line segment drawn from any vertex of the triangle vertices to the midpoint of the opposite side of this vertex. ده الميديان. Theorem: the median of triangle are concurrent. Concurrent يعني لازم يتقابلوا في بوينت واحد. لازم. بوينت دي بسميها M مثلا. تمام كده؟ ايوه. طيب تعرفي تعملي بروف ولا صعب؟ بروف تحلي المسألة بالبروف، خدتيها قبل كده؟ لا. since و therefore حاجة اسمها given، سمعت عن الحاجات دي و require to find وبرو. ماشي، في مسائل الجيومتري في المنهج اللي هو الحكومي عشان احل اي مساله جيومتري ما هياش كومبليت او تشوز لازم بعمل ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها ايه؟ جيفن. الجيفن دي اللي هي كل الانفورميشن اللي هو بيديها لي بكتبها. يعني مثلا الاكزامبل دوت بيقول لي in the opposite figure ABC is a right angle triangle at B in which AC equal 10 سنتيمتر كده. يعني كل الحاجات اللي هو مديها لي دي تعتبر ايه؟ given. بكتبها فين؟ كل دي بكتبها في الجيفن. بكتبها في الجيفن يعني. بعد كده بكتب ايه؟ require to find او require to prove اللي هو عباره عن ايه؟ المطلوب اللي هو بيطلبه مني بكتبه في الخطوه الثانيه هنا. ماشي؟ ماشي. طب والبروف ده الحل بتاعي بيتكون من ايه بقى الحل؟ البروف دوت بشبهه هنا بايه؟
هات الكرة من هنا. بشبه هنا بواحد محامي يعني. المحامي ده بيجي بيقرأ القضية، مثلا واحد سارق مثلا، يبتدي يقرأ القضية وبناء على الورق يقول سنس. سنس ده اللي هو بما ان ورق القضية بيقول كذا يعني، خلاص. وهو ايوه حافظ حاجة في القانون بتثبت حاجة معينة عايز يقولها، بيقولها زير فور. يبقى سنس ده اللي هو ورق القضية اللي هو الجيفن. سنس انت قلت لي ايوه كذا، زير فور من القوانين اللي انا حافظها في مادة القانون انا هستنتج كذا، خلاص. فنحاول نحل كذا مسألة بالطريقة دي، بس الجيفن وريكوير تو بروف انا مش هكتبهم، انا هكتب البروف على طول. ليه؟ لان الجيفن اهو جيفن وتو بوينت، بيكتب ايه هو؟ بيكتب كل المعلومات اللي قالها في الاكزام. هو اداله تراينجل وقال له اي بي سي از ا رايت انجل تراينجل، ام ال ميجرمنت اوف انجل اوف انجل اي بي سي از 90، اي سي 10 كتب اي سي 10، بي سي 8 بي سي 8، دي از ميد بوينت دي از ميد بوينت واي ميد بوينت، كل حاجه هو قالها عمل ايه؟ كتبها، خلاص. فايند دي اللي هو المطلوب، بكتبه في خطوه لوحده، اسمه ار تي اف اللي هو ريكواير تو فايند او ريكواير تو بروف لو عايزني اثبت حاجه. فبكتب ار تي اف. ار تي اف انت طالب ايه؟ ذا بريمتر اوف تراينجل اي اف اي، فين اي اف اي؟ اهو ده كده وده كده وده كده، يعني عايز كل سايد يعني، خلاص. البروف ده بتاع انا بقى، ده اللي انا هكتبه، هقول له سينس انت قايل لي كذا، ورق القضيه بيقول كذا، therefore انا بالقوانين اللي حافظها هعمل كذا، خلاص. طيب نمسك كده اول حاجه، بيقول لي سينس اي بي سي از ا رايت انجل تراينجل، هقول له سينس ميجرمنت اوف انجل اي بي سي از 90. استفاد ايه من 90 دي؟ تسمع عن بيثاغورس ثيرم او بيثاغوريان ثيرم؟ تسمع لا عنهم ما ولا لا؟ لا نعم؟ لا ماشي. بيثاغوريان ده عمل ثيرة مهمة جدا بالنسبة للرايت انجل ترينجل، اوكي واستفادوا بيها يعني. عاملة ازاي بيثاغوريان ثيرم دي؟ قال لو انا عندي رايت انجل ترينجل ايه اللي هيحصل؟ قال لو انت جيت من على كل سايد، ده الرايت انجل اهو ليه تو سايد وفي سايد قدامهم، السايد اللي قدامهم ده سماه ايه؟ هايبوتنس، خلاص. ودول سماهم التو سايد اوف رايت انجل. قال لو انا جيت وعملت سكوير من التو سايد دول، اجي امسك ده كده واعمل ايه؟ سكوير هنا، ماشي. وجي عمل من السايد التالت سكوير برضه، ماشي. الاريا بتاع السكوير ده مثلا 3 سنتيمتر، قال الاريا بتاعته 3 ملتبلاي 3 بكام؟ ب 9. وده كام؟ 4 سنتيمتر مثلا، قال الاريا بتاعته كام؟ 4 ملتبلاي 4 اللي هي 16. قال لي التو سايد التو سكويرز دول لما تعمل لهم بلس، بعد ما جبت الاريا بتاعت ده والاريا بتاع ده طلعت كام؟ 25. لما جه رسم نفس السكوير على السايد الثالث اللي هو الهايبوتنس، لقى ان الاريا بتاعته برضه كام؟ 25، خلاص. لقى ان الاريا بتاع الهايبوتنس كام؟ 25. فقال ايه؟ قال خلاص يبقى الموضوع كده سهل. لو انا عرفت السايد بتاع ده كام والسايد بتاع ده كام، هعرف السايد بتاع ده ازاي؟ مش ده 3 ملتبلاي 3 ب 9، ده 4 ملتبلاي 4 ب 16، يبقى الاريا بتاع ده 25، يعني السايد ده كان كام؟ كان ب 5، عشان يعمل له 5 ملتبلاي 5 يدي له 25. دي النظريه بتاعت بيثاغورس، تمام؟
يعني بيثاغورس ده استفاد بيه انه في اي رايت انجل ترينجل لو اداني التو سايد اعرف اجيب الثالث، لو اداني ده وده اعمل لهم بلس بعدين اجيب له السكوير روت اديني 5 سكوير روت يديني 5. طب لو اداني الهايبوتنس واحد من دول اعمل ماينس السكوير الكبير ماينس زي اديني ده 25 ماينس 16 يديني 9 يبقى اجيب لها سكوير روت يعني ده ب 3 وهكذا بقى. دي نظريه بيثاغورس ثيرم باختصار. طيب نرجع بقى للايه للمساله بتاعتنا. المساله في الجيفن قال ايه؟ قال لي سنس ان ده رايت انجل ترينجل، هتستفاد ايه لما ده رايت انجل ترينجل؟ هقول له ان الثيرم بتاع بيثاغورس بقى ان اي سي ده باور 2 اللي هو الهايبوتنس اللي قصاد الرايت انجل اللي هي بي، عباره عن ايه؟ السمشن بتاع اي بي ملتبلاي نفسه اللي هو اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. يبقى اول واحده قلت له سينس انجل بي ب 90 وفتحت كتاب القانون بتاعي افتكرت بيثاغورس قلت له therefore اي سي باور 2 ايكوال اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. ماشي؟ طيب هو قال لي ايه تاني؟ AC ب 10 BC ب 8. اقول له بس سينس AC ب 10 سنتيمتر and BC equal 8 سنتيمتر افتح كتاب القانون واشوف استفاد كل جيفن بيدهولي استفاد منه. اقول له therefore مش ال AC باور 2 ده اللي هو 10 هيبقى 10 باور 2 اللي هو 100 equal اي بي ده معرفوش بلس بي سي باور 2 لو كام 8 ملتبلاي 8 اللي هو 64. من الايكويشن دي اعرف اجيب الاي بي صح؟ ايوه اي بي باور 2 هيبقى ايكوال كام 100 ماينس 64 ب 36 يبقى زيرفور اي بي اجيب له السكوير روت المفروض بوزيتيف اور نيجاتيف 6 سنتيمتر بس هنا اللينث دايما بالبوزيتيف يبقى انا كده جبت زيرفور اي بي 6 سنتيمتر ودي اول حاجه خلاص. طيب وبعدين هو قال لي تاني قال لي اي از ميد بوينت اوف اي سي. اقول له بس اوفن سينس اي از ميد بوينت اوف اي سي therefore ايه اللي انا حافظه من القانون عشان اطبق على الجيفن ده mid point of AC ما دام بينصف AC او البوينت دي في نص AC therefore من E لل A equal من ال E لل C equal 5 سنتيم يبقى therefore EA equal EC equal 5 سنتيمتر. تمام كده؟ ايوه. طيب ايه تاني؟ قال لي دي از ميد بوينت اوف اي بي بقف هنا واقول له سينس دي از ميد بوينت. طبعا الموضوع ده كان ممكن احله انا في خطوه واحده واقل من خطوه لكن في الجيومتري لازم بروف. ماشي؟ اوكي. E is midpoint of AB. أنا هستفاد إيه؟ إن DB equal DC equal 4 سنتيمتر. Therefore DB equal DC equal 4 سنتيمتر. ماشي؟ قال لي إيه تاني؟ قال لي AD intersect BE at M. AD intersect BE at M استفاد من كده since AD لو ده اللي دي intersect BE at M هقول له therefore مش دول ميديان والميديان بيكون concurrent يعني بيتقابل في البوينت بتاعت اللي هي الكونكرنت يبقى therefore M is concurrent point. ده اللي انا حافظه من الترم اللي اداها لي.
concurrent point. ماشي ايه تاني؟ بيقول لي دي ان دي ار ميد بوينت. ويلي درو سي ام تو كات اي بي ات اف. سي ام ده عدى من الام وراح قطع هناك الاف، ايه اللي انا هستفاده؟ مش يبقى السي اف ده كمان ميديان؟ ليه؟ مش هو معدي من الام والام دي كونكرنت بوينت، يعني اي لاين سيجمنت هيعدي منها هيكون ميديان، يبقى زير فور سي اف از ميديان. استفاد من كده ايه؟ ان الاف ايه ايكوال اف بي، مش كله 6 يبقى كله هذا 3. زير فور اف ايه ايكوال اف بي ايكوال 3 سنتيمتر. ماشي كل ده وانا لسه ما اعرفش اصلا هو عايز ايه، يعني كل ده كل ما يديني حاجه انا اخد بها درجه اخد بها درجه اخد بها درجه. طب هو عايز the perimeter of triangle AFE. AFE اللي هو اللي فوق ده، بلاقي نفسي وانا شغال جبت ده 5 وجبت ده ب 3 بايه لمين؟ اللي تحت ده اللي هو AF. طب ده اجيبه ازاي؟ في قاعدة زمان أخدناها، لو أنا رسمت من الميد بوينت في تراينجل ورحت للميد بوينت التانية دي، هيبقى اللاين سيجمنت اللي بيوصل ما بينهم بارلل، ذيرفور إي إف. يبقى سينس إف ميد بوينت وإي ميد بوينت، ذيرفور إي إف بارلل تو الثيرد سايد اللي هو بي سي، يبقى ده أكيد ماشي قصاد البي سي. وإيه تاني؟ وذيرفور إي إف هاف بي سي. دي قاعدة خدها السنة اللي فاتت، لو تو ميد بوينت ما بينهم لاين سيجمنت يبقى بارلل تو ثيرد سايد اند ايكوال هاف اوف لينث. طب ده 8 يبقى ده 4 خلاص، يبقى 3 بلس 4 بلس 5 زير 4 بريمتر اوف تريانجل اي اف اي. Equal 3 plus 4 plus 5 equal 12 سنتيمتر. ماشي كده؟ ايوه. انا استفدت شويه في البروف بتاع الاكزامبل ده، لان انت قلتي ما شفتيش بروف قبل كده. خلاص؟ فأخذنا فيه وقت طويل شوية، بس أتمنى تكوني عرفتي كل اللي هو كاتبه ده كاتبه إزاي بناء عليه. ولما أشوفه ما تخضش. سينس دي ب 90 زير 4 بيتاغوريان، ده إحنا حافظها من القوانين. وسينس ده ب 6 وده ميد بوينت يبقى زير 4 هقسم بقى ده ب 3 وده ب 3، ده ب 5 وده ب 5. وآخر قاعدة اللي هو الإيه اللي إحنا قلناها، لو ميد بوينت متوصل بالميد بوينت يبقى اللاين سيجمنت ده بارلل مع التالت وايكوال هاف، يعني يبقى 4. قول بقى في الاخر 3 بلس 4 بلس 5 ايكوال 12 سنتيمتر. ماشي كده؟ ماشي. ثيرم 2 بيقول لي the point of concurrence of the median of triangle divides each median in the ratio of 1 to 2 from its base. ده سؤال دايما بيجي ايه كومبليت، بيقول لي لو انا عندي تراينجل كده ده تراينجل الكونكرنس بوينت اللي هي الميد بوينت دي مثلا، ده ميديان وده كمان ميديان، قلنا الميديان هو ايه؟ The line segment that drawn from the vertex of the triangle to the opposite side. والثيرم بتقول لي ان الميديانز are concurrent، يعني في بوينت دايما بيتقابلوا فيها اللي هي دي. قال لي ركز بقى معايا وشوف الكونكرنس بوينت دي بتعمل ايه؟ A B C، ده دي وده ايه وده اف. بالنسبه للاي دي اللي هو الميديان دوت، اي دي
دي بوينتس مان. قال لي الكونكرنس بوينت دي قسمت ال AD. طب قسمته ازاي؟ ل AM و MD بالشكل كده. مين الجزء الأكبر؟ AM ولا MD؟ مين الأكبر؟ الـ AM ولا الـ MD؟ الـ MD بتقسم الميديان اللي هو AD، تقسمه إزاي؟ لـ AM الجزء اللي هو اللي فوق لناحية الـ Vertex، والجزء اللي ناحية الـ A الـ Base اللي هو MD. مين الأكبر؟ اللي ناحية البيز ولا اللي ناحية الفيرتكس؟ الفيرتكس. الفيرتكس. فقال لي من ناحية الفيرتكس يبقى 2 to 1. طب لو البيز هي الأولى، تو فيرتكس، يبقى 1 to 2. معناها الجزء اللي ناحية البيز نص اللي ناحية الفيرتكس، أو اللي ناحية الفيرتكس قد اللي ناحية البيز توايس. ماشي، يعني لو ده بثري يبقى ده بسكس، لو ده بفور يبقى ده بايت، لو ده بتن يبقى ده بفايف. ماشي، دايما بقسم الميديان، لو الميديان كله بناين مثلا بقسمه على 3، واحد ياخد جزء والتاني ياخد جزئين 3 و6. ماشي. طيب لو جينا نمسك ال FB نفس الموضوع، فين اللي ناحية البيز؟ اهو ده الصغير، ده النص اللي ناحية اللي هي الفيرتكس، كذلك ده اللي ناحية الفيرتكس ده قد اللي ناحية البيز مرتين. بمعنى theorem 2: the point of concurrence of the median of the triangle divides each median in the ratio 1 to 2 from its base. يعني لو هبتدي بالبيز يبقى 1 to 2، لو هبتدي من الفيرتكس 2 to 1، لان من ناحيه الفيرتكس بتكون اكتر. تمام كده؟ دقيقه واحده. ماشي ماشي. معاك يا حنين. معلش ماشي نشوف اكزامبل. الاكزامبل 2: ان تريانجل اي بي سي CD and BE are two median. Hub of sense الاثنين دول median. انا هكتب هنا الزير فور. ماشي، زير فور ايه؟ AD equal DB، وزير فور ايه تاني؟ و AE equal EC. استفاد حاجة تاني من كتاب القانون اللي انا فتحته؟ اللاين سيجمان ده اللي هو between two midpoint اللي هو ED. معايا؟
3D equal half BC. يبقى since يا حنين CD BE median. median انا استفدت ايه؟ ان ال AD equal DB. و AE equal AC. واستفدت ايه تاني؟ مش الاتنين دول line segment between two midpoint؟ يبقى therefore parallel مع السايد التالت و equal half. يعني ده هيبقى 6 and half. كان بيقول لي ABC a triangle. CD and BE are two median. قلت انا هستفاد ايه من ان الاثنين دول median؟ ان ال AD equal DB دي اول حاجة، و AE equal EC تاني حاجة. وهستفاد ايه تاني؟ مش ده ميد بوينت وده ميد بوينت؟ اللاين سيجمان اللي ما بينهم equal half الاوبزيت سايد اللي هو السايد التالت. يبقى اي دي هاف بي سي، يعني 6 اند هاف. ما دام ده 30 يبقى 6 اند هاف. تمام كده. بيقولي دي سي ب 12. فين دي سي ده؟ ده ب 12 وده 6. طب الاول سنس ان ده 6 اقدر اجيب الاي ام ده ولا لا؟ بكام؟ يا حنين لو ده بسكس يبقى ده ناحية البيز نصه، يعني 3 سنتيمتر. لو سي دي ده كله ب 12 يبقى قسمه على 3، ده ياخد جزء وده ياخد جزئين، يبقى ده 4 وده 8. يعني دي ام ده ب 4. ماشي. والاي دي انا جبته اهو ب 6 اند هاف. فايند ذا بريمتر اوف دي ام اي، يعني ده وده وده اللي انا جبته. AD ب 6 and half، EM ب 3، DM ب 4، فاعمل لهم كلهم بلس يطلع 13 and half سنتيمتر. بس كده. طيب آخر example في الدرس ده. A B C D is a parallelogram. M is point is the point of intersection of its diagonal. ده يعني ايه ال intersection of its diagonal؟ يعني ال two diagonal دول bisect each other، يعني الجزء ده قد الجزء ده والجزء اللي هنا ده قد ده. تمام كده. خلاص كده. دي اللي انا هستفاده من M is midpoint of intersection of its diagonal. يبقى M دي equal MB و MA equal MC. ويعتبر BM ده ايه؟ median في الترانجل اللي انا هلونه لك ده. في الترينجل ده ام بي يعتبر ميديا، زيرفور ام بي ميديا. طبعا ميديا بتعمل لي حاجات كتير، بتشكل لي حاجات كتير، نشوفها دلوقتي. ماشي. قال لي ايه تاني؟ ان بيلونج تو بي ام، يعني بي ام الان دي موجوده في النص هنا، وبي ان ايكوال تو ان ام. بي ان قد ان ام ده مرتين، خلاص يبقى ال ان دي مالها؟
كونكرنس بوينت، لانها بتقسم لي الميديان اللي انا جبته اللي هو ام بي ده ل 2 تو 1، يبقى خلاص يبقى دي كونكرنس بوينت. يبقى اي لاين سيجمنت هيعدي منها هيبقى ميديان برضه. اي اف انترسكت بي دي ات ان، يبقى اي اف ده برضه ميديان. و سي ان انترسكت اي بي ات اي، يبقى سي اي سي اي ده برضه ميديان. كل ده اقول له 0 0 0 0 0، سي اي از ميديان. وعايز يبقى اي ام ايكوال هاف بي سي، اي ام هاف بي سي امتى يكون دوت ايكوال هاف بي سي؟ لما يكون الاي ميد بوينت والام ميد بوينت. طب الام ده قلنا انها ميد بوينت في الاول، والاي مش سي اي ميديان، يبقى therefore E is midpoint. Midpoint of AB. تمام كده؟ E is midpoint of AB. طيب استفاد من كده ايه؟ therefore ME equal half BC. بس كده. شوف آخر مسألة. ABC is a triangle. M is the point of intersection of median. ماشي. MD ب 3. MD ب 3. يبقى سي ام ده بكام؟ المفروض من ناحية البيز نص اللي من ناحية الفيرتكس، ده ب 3 بدل 6. طيب ده ب 4 اللي هو ناحية الفيرتكس، يبقى ده بنصه. اي ام ده بكام؟ ب 2. طب بي اف فين بي اف ده؟ بي اف ده بكام؟ مش كله بناين؟ طيب يبقى ده نصه، لان الاي اف معدي من الام، يبقى الاي اف ده ميديان، يعني ده 4.5. ماشي سهل كده؟ موضوع البروف فيه مشكلة؟